واش الخو، السلام عليكم. اليوم جبت لكم هاد اللعبه اللي ناضيه بزاف ديال الترفيه والنشاط والضحك والكوميديا، وهاد اللعبه سميتها كاين المعنى. المهم بغيت كلشي يبان لي في الكومونتير، وكتب لي السميات اللي عرف، وحتى الا عجبتكم الفكره وبغيتوني نستمر في هاد الدومين هذا وفي هاد المحتوى او في هاد الكونسيبت، ما عليكم الا تكتبوها لي في الكومونتير. حاجه اخرى، الانستغرام ديالي اللي عنده شي فكره ولا شي سميه من هاد اللعبات هادو يصيفطها ليا، كنجاوب كلشي على بركة الله. الاسم الاول ديال عبد الله اللي عارف غادي يجاوب طبيعة الحال، والاسم الثاني ديال عزيز، هادي محال باش تعرفوها. بالنسبة للاسم الثالث هادي متأكد غادي تعرفوها، محسن. هادي غير الا ما بغيتوش تعرفوها حتى هي راها سهلة. مبارك او ماي جاد خلاص هادي غادي تعرفوها حتى هي سهلة، ديال محمد عليا باليمين وباش كيعرفو نصارى. وهادي غتموتو بالضحك حتى هو سميتو محمد. محمد بوسني غضحكو ياك غضحكو، تعرفوها حتى هادي تعرفوها. فما الاسم رقم 7 ديال اسماعيل، ولاني هادي محال واش تعرفوها، ولاني كاين الاذكياء اللي يجبدوها يجبدوها. هادي راها باينة سعيد حبك تجبني سليم، وهادي وبزاف ديال بزاف لو ما عرفتوهاش راه خصكم العصا نيت صوفيا اويلي. واخيرا وصلنا الرقم 10، نذبح امك انا نذبح امك، هادي غتعرفوها لو ما عرفتوهاش خصكم الذبيحة. المهم الاخوان هنا غادي يكون الفيديو تسالى، عجبك البلان ابونا باش تكبر العائلة، ما عجبكش ماشي مشكلة صحيح. المهم خوتي تهلاو كيف ليكم، وتلاقاو فيديو جديد ان شاء الله الى التام. يلا.